العظيم. Regardez combien, par exemple, de lavage de voiture. C'est parce qu'ils rassent les voitures de tâchons. Les gens qui rassent les voitures, ils disent que les gens ne voient pas les voitures, ils disent qu'ils sont moussachs. Ils rassent les voitures, lavage de voiture. De partout, pratiquement dans chaque quartier, dans chaque yana, de partout, subhanallah al-azim. Regarde combien on achète de shampoing et combien on achète de savon et de produits de luxe, de beauté et tout ça. Combien parce que les gens sont nazifs ou ils sont en barres. Fabillah alaykoum ya ikhwani, est-ce qu'un jour, en marchant يعني, à Marseille ou la Haja, que je m'en quitte une plaque, m'ktoub alayha, ghassl al-qouloub, ou marsal al-qouloub. Ma kanch ya ikhwani. Fait marsal al-kulchi, marsal al-mouaïn, marsal al-sayarat, marsal al-ras, marsal al-couvertir, lakin ma fi marsal al-qouloub. اللي هي الأساس يا إخواني سبحان الله اللي هي الأساس اللي هي الأساس اللي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة فيا إخواني إن شاء الله الاعتناء بالقلب وسلامة القلب هذه من الأمور التي يجب أن نهتم لها كثيرا يا إخواني وأن نعتني بها كثيرا فأردت اليوم يا إخواني أن أتكلم يعني إن شاء الله كمقدمة في هذا الموضوع إن شاء الله ونعيش مع واحد العالم الزاهد إن شاء الله يعني أبا إسحاق وهو إبراهيم بن أدهم رحمه الله هذا التابعي الجليل هذا التابعي الجليل الزاهد التقي لما ذهب إلى الكوفة فسألوه تلقاوه كان بكري لما يجي العالم يزور أي مدينة أو يزور أي ناس فيخرج لها الناس ويتلقوه ويجدون في هذا اللقاء فرصة لكي يتعلموا منه لكي ينهلوا منه العلوم لكي يسألوه عن أمور دينهم لما كانت الأمة فيها الخير يا إخواني لما كانت الأمة فيها الخير وكانوا يعرفون للعالم قدره كان هذا شأنهم أما اليوم يا إخواني فلم يعد للعالم قدره ولم يعد يعرف للعالم قدره يا إخواني سبحان الله اليوم العالم راح يموت واحد ما يجيب له خبر كم من علماء أجلاء فصحاء سبحان الله العظيم ماتوا واحد ما يجيب لهم الخبر يا إخواني اليوم الناس راح يجيب الخبر للمغنيات والمغنيين الرقاصات والرقاصين اللعابة على البلوطة واللعابات هذو اليوم راح الناس تحتفي بهم هذو كي حتى واش يتعشى واش يلبسوا لي بوانتير تاع صبابيطهم لا طاي تاع الكور تاعهم هذه كوليداتنا كل يعرفوها يا اخواني سقسي اي ولد ولا اي بنت عن اي مغنيه ولا رقاصه تعطيك لا دات نيسونس تاعها تعطيك شحال تلبس في صباطها تعطيك شحال تلبس لا طاي تعطيك لا كولور تاع شعرها تعطيك لا كولور تاع عينيها تعطيك اون ديتاي مع من راهي عايشه زوجته ولا طلقت والله لو كان جاو يعرفوا وليداتنا لو ان ديزيام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفوا على لي جوار تاع البلوطه ولي جو المغنيين والمغنيات والله العظيم لكرنا في رحمه لو ان ديزيام العشر يا اخواني ولكن للاسف الشديد في امه يا اخواني كيف تحب وليداتنا يعني يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هما عايشين في أمة تكرم الفساق وتكرم يعني سبحان الله العظيم يعني السفهاء وتهين العلماء سبحان الله العظيم فالوقت اللي كان فيه الأمة تكرم العلماء وتبجل العلماء وتعرف قدر العلماء فلما وصل إبراهيم بن أدهم إلى الكوفة إلى البصرة فسألوه تلموا عليه وقالوا له يا إمام فرصة عندهم أسئلة يريدون أن يطرحونها فقالوا له يا إمام يعني ربي سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم قالوا له يا إمام هذه آية في كتاب الله ستان فرسي كورانيك وهذا كلام ربي وربي سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ربي سبحانه وتعالى إذا أوعد بشيء سبحانه أنجزه فربي راح يقول ادعوني استجب لكم سبحان الله
فيا إمام رانا نظل ندعو ولا يستجب لنا، رانا نظل ندعو يا رب يا رب يا رب، ولكن لم يستجب لنا الله سبحانه وتعالى. Nos voeux ne sont pas exaucés. Pourquoi? Alors que Allah il dit, invoquez-moi et j'exauce vos voeux, subhanallah al-azim. Mais nous, on s'arrête pas, subhanallah, on ne cesse pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais nos voeux ne sont pas exaucés. Et, subhanallah, on n'a pas compris, subhanallah. Il y a une contrainte entre le verset et ce qu'on est en train de faire, subhanallah. فقال لهم الإمام العالم الزاهد يعني جوابا على سؤالهم باش يجاوبهم على هذا الحيرة على هذا السؤال اللي هما فيه كما رانا احنا هذا الوقت اللي رانا فيه اليوم يا إخواني ما كانش مسلم فوق الأرض ما كانش مسلمة فوق الأرض ما كانش كل جمعة ما كانش كل رمضان ما كانش كل عيد ما كانش كل أي مناسبة إلا ونظل ندعو يا رب انصر الإسلام والمسلمين يا رب أعز الإسلام والمسلمين يا رب حرر القدس يا رب حرر كذا ولكن يا إخواني سبحان الله هذاك وين يزيد العدو في غطرسته هذاك وين يزيد في التوسع تاعه هذاك وين يزيد الضربة القاوية على المسلمين إذن هناك سبحان الله يطرح الإنسان سؤال كيفاش ربي يقول دعوني أستجب لكم احنا نظلوا ندعو ولا يستجاب لنا يا إخواني فقال لهم قال لهم ويقول لنا هذا العالم الجليل لأن قلوبكم قال لهم قلوبكم ماتت بعشرة أشياء قلوبكم ماتت بعشرة أشياء إذا إن شاء الله يا إخواني جي سايد تخدوير أم تي بو إن شاء الله بوركم يعني كم سا tous les frères et les sœurs ils vont comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui inshallah et then aujourd'hui on va vivre avec cette yani ce savant inshallah Ibrahim ibn Adham yani qui est arrivé à Basra c'est une ville à l'Irak et les gens ils sont venus pour l'accueillir et ils ont trouvé de cette occasion un moment de poser les questions qu'ils ont. Je disais ça lorsqu'il y avait, en parlant d'une époque où les gens connaissent bien la valeur des savants. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils n'ont aucune valeur vers les savants, subhanallah. Aujourd'hui, la valeur les gens qui ont la valeur aujourd'hui, c'est que les chanteurs, les chanteuses, les joueurs de football et les joueurs de cirque. Ça oui. C'est pour ça que je dis que nos enfants aujourd'hui, s'ils ont un dixième de connaissance de la sunna du prophète, comme ils ont, subhanallah, la connaissance de tous les détails, par détail même, de tous les chanteurs, de tous les acteurs, de tous les sportifs, subhanallah. Mais malheureusement, c'est le cas. Alors, ils ont demandé à Ibrahim, Ibrahim ibn Adham, on lui dit, nous invoquons et nous ne nous sommes pas exaucés, subhanallah. Nous invoquons et nous ne nous sommes pas exaucés. C'est un verset coranique. إذن فيعني مشكل مشكل كيف ندعو ولا يستجاب لنا فإلى répondit vos cœurs sont devenus immorphes pour des raisons إن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء أول هذه الأشياء إن شاء الله هم بسيتي لدي شوز كي الأمراض وصفة طبية إن أردنونس يا إخواني إن شاء الله يعطيها لنا الطبيب اليوم الطبيب يسمى إبراهيم بن أدهم أول مرض أصيبت به قلوبنا أولها أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه عرفتم الله ولم تؤدوا حقه كومبيان دو جون يديز وي الله كاين يقول لك أنا مسلم تصلي لا ما نصليش جو سوي مسلمون مي با براتيكو أنا مسلمة علاش ماكش متحجبة؟ هل راني مع القور؟ هاو شي يقولوا القور؟ إذن فأين حق الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن من حق الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله أنا مسلم ويسموه إبراهيم ولا يسموه محمد وهو عن شرب الخمر لا ينتهي سبحان الله أين حق الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر؟ أين حق الله سبحانه وتعالى في الأمر بالحجاب؟ أين حق الله سبحانه وتعالى في الأمر بالصلاة وإقام الصلاة؟ أين أمر الله سبحانه وتعالى وحقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين هذه الحقوق تاع الله سبحانه وتعالى؟ هل أدينا الحقوق تاع الله سبحانه وتعالى؟ هل أدينا ما علينا؟
Est-ce qu'on a accompli les devoirs vers Allah subhanahu wa ta'ala pour demander nos droits? فلا بد أن نؤدي حق الله سبحانه وتعالى. إذن vos cœurs sont devenus immorphes par 10 choses, subhanallah, par 10 raisons. Vous connaissez vos devoirs envers Allah, mais vous ne vous يعني, acquittez pas comme il convient. Est-ce qu'on s'est acquitté des devoirs qu'on a vers Allah subhanahu wa ta'ala? La musulmane ou bien le musulman qui ne prie pas, alors qu'il prétend qu'il est musulman, où est le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala? La musulmane qui n'est pas couverte, subhanallah, elle a là 60 ans, elle a là 70 ans, 50 ans, elle n'est pas encore couverte, elle est encore en mini-jib. Subhanallah, aïna haqq Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans tous les domaines, هل أدينا الحقوق الزوجة اللي ظالمها أين حقوقها أمام الله الزوج اللي ظالماته أين حقوق أمام الله سبحانه وتعالى إذن فليقول عرفت الله ليقول أنا أعرف الله فهذا الإنسان المعرفة تتطلب العمل المعرفة إذا لم يتبعها العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى فهذه معرفة حجة عليك هذه المعرفة حجة عليك C'est une preuve contre toi si tu dis que je connais Allah subhanahu wa ta'ala. Si je te dis subhanallah al-azim, hein, est-ce que tu connais Allah alors que tu n'appliques pas? Et donc cette connaissance c'est une preuve contre toi. وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ تَكُونْ حُجَّةً عَلَيْكَ ثم الحاجة الثانية إن شاء الله يقول لهم وَقَرَأْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ Subhanallah, قَرَأْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ Vous prétendez, subhanallah, يعني vous prétendez يعني أو قلت أول حاجة يا إخواني أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به سبحان الله العظيم ولم تعملوا به إذن فيعني قرأتم القرآن Vous avez le Coran entre les mains, subhanallah. Vous lisez tous les jours le Coran. فهل وقفتم عند حدود القرآن الكريم؟ لما تقرأوا القرآن ويقول رب العالمين وويل للمكذبين فلماذا ما زلت تكذب يا أخي؟ لما يقول رب العالمين يعني ويل للمنافقين فلماذا ما زلت يعني تنافق ما زلت تنافق لما سبحان الله رب العالمين يقول وويل يعني سبحان الله للظالمين ويتوعدهم فلماذا تظلم يا أخي سبحان الله لما ينهيك رب العالمين عن الخمر وعن الزنا وعن فلماذا لم تنتهي سبحان الله أين أنت من أوامر الله ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كم من تال للقرآن أو كم من قارئ للقرآن والقرآن ينعله شحال من واحد يقرأ في القرآن والقرآن ينعل فيه يا إخواني فلما تقرأ ويل للمكذبين وأنت تكذب فهذا القرآن ينعلك لأنك من الكذابين سبحان الله لما يأمرك الله بالصدق وأنت مالك صادق في معاملتك فأنت من الذين ينعلهم القرآن سبحان الله فالمفروض الإنسان لما نقرأ كتاب الله أن نقف عند حدوده أن نقف عند أوامره أن نمتثل وما نكونوش من الناس اللي يقرأوا الحروف ويضيعون الحدود لأن القرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك فإذا قرأت القرآن وامتثلت بأوامره يقول رب العالمين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا سبحان الله أين نحن؟ أين نحن؟ أين نحن من الخشوع عند تلاوة القرآن؟ أين نحن من أحكام القرآن؟ أين نحن من الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى؟ القرآن كلام الله يا إخواني القرآن كلام الله والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للأحياء ولم ينزله للأموات احنا القرآن الكريم اليوم نسلها الدراء غير كي يكون الموت القرآن ما جاش للأموات القرآن جاء للأحياء القرآن نزل رب العالمين على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبق كلام الله وتبع القرآن الكريم فنصره الله سبحانه وتعالى الأمة اللي راها باغية باش ينصرها رب العالمين هي الأمة اللي تجعل القرآن هو الإمام تاعها الأمة اللي راها باغية باش ينصرها رب العالمين هي اللي تجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي النهج تاعها
أما أمة تقرأ القرآن غير على الأموات، أمة تسمع القرآن وهي تضحك وتلعب. حتى وصلنا يا إخواني نشوفوهم في الموت، نشوفوهم في الموت ونشوفوهم كذا، الناس تقرأ في القرآن منا وهو قابض قارو ملهي، وهو يحكي على السيما ويحكي على العروش حراه ساوي ويحكي على الفوت ويحكي، ما راه كلام ربي يقرأ. سبحان الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، ولم تعملوا به، وش حال يا إخواني؟ وش حال يضر، وش حال يضر الإنسان اللي هو حامل كتاب الله ومتعدي لحدود الله؟ وش حال يضر المجتمع؟ وش حال يضر الأمة الذي يحمل كتاب الله، اللي كرمه ربي بحفظ كتابه وبحمل كتابه والمعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى وينتهك حدوده؟ فهذا يضر يا إخواني. إذا وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. الثالث يا إخواني، المرض الثالث، ادعيتم عداوة إبليس وواليتموه. ادعيتم عداوة إبليس، سبحان الله. يعني vous prétendez détester الشيطان mais vous le prenez comme يعني comparé، سبحان الله. إذا فكلنا نقول الشيطان لعنة الله عليه، غير تقول الشيطان يقول لك لعنة الله عليه، ولكن لعنة الله عليه غير بلسان، لكن أفعالنا يا إخواني، أفعالنا، فوالله الشيطان يقرأ من عدنا يا إخواني، الشيطان يتعلم عدنا. بعض أفعال الناس اللي يقولوا هما مسلمين، بعض أفعال الناس اللي تقول هي مسلمات، والله خدمتهم، خدمتهم الشيطان يخير فيها يا إخواني، سبحان الله. رغم أننا نقولوا باللي الشيطان العدو الكبير هو الشيطان، بالصح هذا غير باللسان، لكن كي تشوف الحوالنا تصيب الصاحب الكبير تاعنا هو الشيطان على الله عليه. يعني فمن جهة نقولوا الشيطان راه عدو لنا، بصح كي نشوفوا الأفعال نصيبوه هو صاحبنا الكبير، هو صاحبنا الكبير، سبحان الله. إذا ففرق كبير بين الشيء اللي نقولوه والواقع يا إخواني. فمن جهة نقولوا الشيطان على الله عليه، بصح كي نشوفوا الأفعالنا دايرينه هو المفتي تاعنا، هو الصاحب تاعنا، هو القارين تاعنا، سبحان الله العظيم. فالإنسان اللي أخر الصلاة يسمع يقول المؤذن يقول الصلاة خير من النوم وينقلب على الجهة الأخرى، هذا شكون صاحبه؟ صاحبه المؤذن ولا صاحبه الشيطان؟ لا، هذا صاحبه الشيطان. خش لو كان صاحبه المؤذن اللي هو كلام الحق، نداء الحق، لو كان ناض، لو كان ناض تتصلي، بصح لا، انقلب على الجهة الأخرى. إذا هذا شكون صاحبه؟ صاحبه الشيطان. وفي النهار ينوضي يقول لك الشيطان على الله عليه، ما راك كنت دايره صاحب في الجنة. الإنسان اللي بات يسكر ويبات يخبط ويجي داخل على وليداته يسبهم وكذا، هذا صاحبه الشيطان ولا صاحبه لنا؟ هذا صاحبه الشيطان. ومن جهة يقول لك إبليس لعنة الله عليه، ما دام لعنة الله عليه إذا جعله عدو، سبحان الله. إذا فالذي يدعي عداوة الشيطان لابد أن يعني أن يجاهد الشيطان، أن يحارب الشيطان، ما يجعلش الشيطان صديقه، أن يعلن عليه العداوة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، ربي يقول فاتخذوه عدوا، ما قالناش رب العالمين فاتخذوه صاحبا، ما قالناش رب العالمين بخوني لكم أنامي، نو بخوني لكم أنمي. الشيطان ستنمي ألا تريما، الشيطان عدو لك أيها الإنسان فاتخذه عدوا. الدواء الرابع يقول وادعيتم حب الرسول وتركتم أثره وسنته، سبحان الله. ادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه لكن تركتم، ولكن تركتم سبحان الله أثره وسنته. وبخيتون دي إيمي لبروفات عليه الصلاة والسلام، مي فو دي ليسي دو فو انسبيري يعني دو سي ميريت اي دو سا تراديسيون. ادعيتم حب النبي صلى الله عليه وسلم في كل دار يا إخواني، في كل رقبة تاع نص المجتمع عندك سنسلة فيها مكتوب محمد، في كل دار فيه كادر فيه محمد، الله محمد، في كل باربريز تاع لوطو فيها الله محمد. ولكن أين نحن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن يا إحبابي؟ إن شاء الله من يعني
يعني الامتثال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم السنة راهي عادة مهجورة، السنة اليوم راهي يعني عادة حتى واحد ما يطبقها، سبحان الله. اليوم البدع في المجتمع، اليوم البدع في المجتمع هي الأكثر، أكثر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس راهي تدير أمور تاع شرك مخالفة للإسلام ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت تقول لك نبينا محمد، نبيك بلسان. إذا كان نبيك محمد فأول حاجة أنك تكوني ممتثلة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربي يقولن ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سواء بخيطان ديمي لو بروفات يفول سويفر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإلا هذا الادعاء سو كومبخيتون سيت اون بروف كونتر نو يوم القيامة، عندما يسألنا رب العالمين شدرت بالسنة تاعي، ماذا عملتم بسنتي، سبحان الله، ماذا أحدثتم من بعدي. حتى أن يوم القيامة يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أمتي أمتي، يقول رب العالمين يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، سبحان الله. C'était tout, يعني tout le contraire de ta tradition. Et nous sommes le cas aujourd'hui, Ikhwani. On est, يعني tout le contraire de la tradition du prophète, عليه الصلاة والسلام, Ikhwani. اللهم اهدنا يا رب العالمين. إذا ودعيتم حب الرسول وتركتم أثره وسنته، سبحان الله. أين نحن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من تربية أولادنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتربية أزواجنا وبناتنا على حب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم يقول ودعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، ودعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، سبحان الله. Vous prétendez désirer le paradis mais vous n'œuvrez pas pour le mérite, سبحان الله، pour le mériter. إذن on prétend le désir, سبحان الله، de désirer, يعني désirer le paradis, mais qu'est-ce qu'on fait pour mériter, pour le mériter, سبحان الله. قلنا يا ربي دخلنا للجنة، صح الجنة يا إخواني لابد لها من عمل، ألا إن سلعة الله غالية، يعني سبحان سلعة الله غالية، الحاجة الغالية لازم يبذل الإنسان في سبيلها الغالي كذلك والنفيس، سبحان الله. من طلب العلا سهر الليالي يا إخواني، اللي باغي حاجة غالية لازم يدفع الثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وين هو ثمن الجنة يا إخواني؟ أين نحن من قيام الليل؟ أنا أين نحن من الصوم؟ أين نحن من الصدقات؟ أين نحن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نحن من أين نحن من حب الخير للناس؟ أين نحن من طاعة الوالدين وبر الوالدين يا إخواني؟ هذا الإنسان اللي ينوض يسب أمه ويسب باباه، أين هو من الجنة؟ الجنة محرمة عليه، ملعون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من عاق والديه، ملعون طرد من الرحمة، ملعون شارب الخمر، لا يدخل الجنة، سبحان الله، مدمن الخمر، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع رحم اللي قطع الدم بتاعه، سبحان الله. ها اللي يجي الإنسان يموت يقول لها سمعوا يا ابنتي لو كان خالدكم تجي تدخل علي راني متبرية منكم، علاش تقطع الرحم تاعك؟ ما هي هذه أختك؟ هذه سبحان الله العظيم خالتهم، عمتهم، أخوهم، عمهم، لماذا يقطع الإنسان الرحم؟ سبحان الله العظيم، أين هو ثمن الجنة وعمل الجنة يا إخواني؟ سبحان الله. أهل الجنة في قلوب تاعهم ما فيها لا حقد ولا حسد ولا بغض ولا، والله يا إخواني، والله يا إخواني، والله يا إخواني، هذا الناس اللي راهم مرضى عندهم المرض تاع القلب، يقول لك هاودي قلبي مريض، راهم دايرين لي روسور، دايرين لي بيلا، دايرين لي كذا، والله يا إخواني هذا الناس، وبزاف اللي قلوبهم يقول لك راهي خبطوا راه، والله لو كان يبطلوا الغيبة ويبطلوا النميمة ويبطلوا الحزن والحقد اللي في قلوبهم، والله غير يرتاحوا. هذا هو اللي راه مرضكم يا إخواني، وهذا اللي غادي يمرضنا، اللي ما راهش مريض غادي يطيح مريض، واللي راه مرضى، اللي راه مرض قلوبنا هو الحقد والحسد والبغض والكراهية والبعد عن الله. ربي يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
فلو عمرنا قلوبنا بذكر الله لاطمأنت قلوبنا وارتاحت يا إخواني. ولكن احنا ملين نضوح، احنا يا نغتبوا وننمو وحاسدين والبغض لا جالوزي كل حبوبة، كيفاش ما يمرش الإنسان أو ينتفخ القلب يا إخواني، سبحان الله. إذا فأين نحن من أعمال الجنة يا إخواني؟ يا ربي دخلنا الجنة وإحنا قاعدين ما نتحركوش، امبوسيبل. اللي يحب الجنة يا إخواني يقوم يعني يستعد لها، يستعد لها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة يا إخواني. ادعيتم الخوف من النار ولم تنتهوا عن الذنوب، سبحان الله، لا إله إلا الله. Vous prétendez redouter l'enfer, mais vous ne renoncez pas hein, à commettre des péchés. Ida'aytum subhanallah al-azim. Ida'aytum al-khawf min al-nar. Ya Rabbi najjina min al-nar. Ya Rabbi najjina min al-nar. Bessah, hna gaadin diru ghil khadma li dakhal al-nar dufis. Dakhal al-nar dufis subhanallah al-azim. A'malna ya ikhwani fa'alna. A'fa'al ta' ashab al-nar wal-iyadu billah. Al-kizb, al-khadi'a, al-ghush, al-hasad. كل هذه الأعمال يا إخواني، وهذه الأعمال هذه تاع الغش والحسد والبغض وعدم الصدق، للأسف الشديد نصيبوها بزاف غير عند الناس اللي يقولوا إحنا مسلمين ويروحوا للجامع ومتحجبات ويصلوا ويقولوا كاي ربي ويخافوا. هم الأكثرين اللي يصيبوا عندهم هذه الأعمال، وهي أعمال أهل النار. فكيفاش من جهة نقولوا إحنا مسلمين وإحنا نعمل بأعمال أهل النار؟ لا إله إلا الله، هذا كذب. على من؟ على من نكذب؟ علاش قاعدين نغشوا في نفوسنا يا إخواني سبحان الله؟ فاللي يخاف من النار فلازم يتقيها سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بروتيجيفو سبحان الله. إذا في الكذب حرام فنحبس الكذب، الغش حرام فنحبس من غش سبحان الله. اللي سارق خيط تاع لو دياف، اللي راه مترافيكي الكونتور تاع الماء، اللي راها مازال تسمع فيا ومازال تخلص فام إيزولي، هذا حرام سبحان الله، هذا غش، هذا عمل أهل النار. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، كل لحم نبت من حرام. هذا الإنسان اللي مازال يبيع في الخمر ويقول لك أنا كان حبس الخمر ما يجونيش ليك اليوم، أين التوكل على الله؟ أين الاعتماد على الله؟ ما راك تشري في النار والعياذ بالله. هذا اللي يبيع في الزطلة في الحشيش والكاشيات باش يقتل عباد الله ويمرض عباد الله والدخان، أين أنت سبحان الله العظيم؟ هذه أعمال أهل النار سبحان الله. إذا فكيفاش من جهة تقول يا ربي نجيني النار وأنت يا دخلها بكرعيك يعني وبيديك سبحان الله، برجليك وبيديك. فالإنسان سلوي كي بخيطان سبحان الله العظيم، يعني دو يعني دو غودوتي لونفير، مي كومون سبحان الله ينو غونونس با ا كوميتر دي بيشي. بوركوا سبحان الله العظيم يعني toujours on commet des péchés et يعني du jour au jour سبحان الله العظيم يزيد الإنسان في الأعمال تاعه. إذن ادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، وادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له سبحان الله. Vous prétendez être convaincu que la mort est une réalité mais vous ne vous يعني préparez pas. يعني كلنا نعرف بأن الموت حق يا إخواني، بصح هل من مستعد لله؟ اسكو اوني بخي؟ اسكو انا بريباري يعني انفسنا يا اخواني للقاء الله سبحانه وتعالى؟ ياك كلنا رايحين خاويين، كلنا رانا رايحين فارغين، عمرنا الدنيا تاعنا، الدنيا تاعنا ونا غيال اللي فيه سبحان الله، ونا تو سبحان الله. روكاردو تو سوا في لا ميزون، شوف في دارك برك، هذا بلازما من؟ هذا كاميرا من؟ هذا شوفاج من؟ هذا مش عارف انا يا ما شاء الله الفراش من؟ هذا الفريجيدار من؟ هذا اللاف، كل حاجه كاينه سبحان الله. الفريجو معمر، الكونجيلاتور معمر، كل شيء معمر سبحان الله. الخزانات معمرين سبحان الله، اللوتو عند الباب، كل خير سبحان الله. الكارنيتشاك اكوتي، الكارت بلو اكوتي، التصدام معمر ما شاء الله. الدنيا عمرناها، ولكن اخرتنا يا اخواني، اخرتنا هل عمرنا اخرتنا؟ هل بنينا القبور تاعنا يا اخواني كيما بنينا الدنيا تاعنا؟ اسكو طلعنا تروازيتاج كي في القبر كيما طلعناهم فوق الارض؟ اسكو بنينا تحت الارض يا اخواني؟ ونقولوا الموت حق، الموت حق، لكن سبحان الله الانسان اللي مازال ما يصليش ويقول لك كاين الموت، وين راك يا اخي؟ كون يجيك ملك الموت وانت ما تصليش؟ المراه اللي عايشه مع كافر
ما زلت عايشة مع كافر، مع إنسان غير مسلم، وتقول لك أين الموت؟ كون يجي ملك الموت يقبضك وأنت على هذه الحالة، وأنت على هذه المعصية وعلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى يا إخواني. إذا فإذا كان نقول الموت حق فلا بد أن نستعد له، نحضر أنفسنا يا إخواني. الموت يأتي بغتة، الموت ما يخبرش، ملك الموت ما يبعتلكش ركوموندي، ما يبعتلكش أبرتيسمو يقول لك أني جاي. الموت يأتي بغتة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. إذا فالموت حق، فإن كنا نعرف أنه حق فلنستعد له. فإذا رأيتم الإنسان يذكر الموت وهوش مستعد له فهذا راه يكذب يا إخواني، هذا راه يكذب، لأن الذي يذكر الموت ويخاف من الموت يستعد له، يستعد له. ثم يقول لهم واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم. الله أكبر. واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم. هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى يا إخواني. سبحان الله. vous préoccupez des défauts des autres mais vous ne regardez pas les vôtres. سبحان الله. الإنسان ملي نضح العينه هو فلان فيه وفلانة فيها، فلان فيه وفلانة فيها، فلان يسوى وفلانة ما يسواش، فلانة تسوى وفلانة ما تسواش، يا شفتي يعني، ويتكلم في الناس ويختلف في الناس ويقطع في عباد الله وينسى روحها الإنسان. منشغل الإنسان بعيوب الناس، لاهي في الناس ومخلي روحه. سبحان الله. لو كان الإنسان واحد من العلماء، واحد من الحسن البصري رضي الله عنه يقول الحمد ربي يا إخواني، يقول لنا الحمد ربي، ربي ما داش للذنوب تاعنا ريحة. سي الله إلا في أنو بيشي إنودر، والله واحد ما يقعد حدا واحد. لو كان راه الواحد كي يدير واحد الذنب تخرج منه ريحة ماشي مليحة، يا ودي كان راه الواحد واحد ما يجمع حدا واحد، شكون هذا اللي ماهوش ما عندهش ذنوب؟ ويلي لو بارفي بارمي نو، ويلي. سبحان الله. Est-ce qu'il existe déjà le parfait? Il n'existe pas. Le parfait, il n'existe pas, subhanallah. كلنا عيوب، كلنا لنا أخطاء، كلنا لنا مساوئ. الحر فينا، الحر فينا، القابض فينا هو الإنسان اللي ينشغل بنفسه، ويلها في نفسه، يربيها ويأدبها ويخلي الناس للناس. سبحان الله. نفوسهم لو كان كل واحد منا تلهى بنفسه وانشغل بنفسه، سبحان الله، علاش كنديرو كيما البعير يشوف غير حدبة الآخر وينسى حدبته هو؟ سبحان الله. فكلك عيوب يا أخي، وللناس أعين، والذي بيته من الزجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. سبحان الله. فمن اللي يصبح الإنسان وهو مشغول بعيوب الناس، فلان فيه وفلانة فيها، وفلان يسوى وفلان ما يسواش، شا تكون انت باش تقول فلان يسوى ولا ما يسواش؟ هل ربي خلقك باش تنشغل انت بعيوب الناس؟ هل خلقك رب العالمين باش تكون انت جوندارم على الناس؟ هل خلقك رب العالمين باش تكون انت قاضي على الناس؟ خلقك رب العالمين باش تربي نفسك وباش تهذب نفسك وباش تجاهد نفسك. سبحان الله العظيم. فلماذا تنشغل بعيوب الناس يا أخي وتنسى عيوبك؟ سبحان الله. ثم العاشرة يا إخواني، المرض العاشر هو قسم أكلتم رزق الله، أكلتم رزق الله. سبحان الله. تأكلون رزق الله ولا تشكرونه، تأكلوا في رزق رب العالمين وما تشكروش، تأكلوا في الخيرات رب العالمين وما تشكروش يا إخواني. وشكر النعمة، شكر النعمة هو أنك تضعها في محلها. إذا ربي أعطاك المال، شكر نعمة المال وش هو؟ مش تقول الحمد لله بلسانك وتروح تلعب به في الكازينوات، لا، كي تقول الحمد لله بلسانك وتروح تلعب في الكازينوات انت ما شكرتش نعمة المال. لما يعطيك ربي الصحة وتقول الحمد لله والشكر لله، يا اخويا انا الحمد لله صحيح، ولكن تروح انت تدروغي نفسك وتشرب الخمر والدخان وتقتل في روحك، وتقتل في روحك، هذا ما هو الشكر نعمة الصحة. لما يعطيك رب العالمين نعمة العلم ونعمة الأولاد أنك تربيهم على الدين، هذا هو شكر النعمة، أن تضعها في محلها. أما أن ربي يعطيك المال وتروح تقمر به فهذا لم تشكر النعمة.
يعطيك رب العالمين الصحة، تاكل وتشرب باش تقوى على العبادة، مش باش تروح تدابز ربي سبحانه وتكفر. رب العالمين كرمك بهذه الخيرات اللي حولك باش تشكر شكر النعمة أنك يعني تضحى في محلها. فنعمة الصحة تعبد بها ربي سبحانه وتعالى، نعمة المال تطيع بها الله سبحانه وتعالى، نعمة العلم تبلغه في سبيل الله، نعمة الأولاد تربيهم على طاعة الله، هذا هو شكر النعمة، وإلا فأنت كافر بنعمة الله سبحانه وتعالى. آخر يعني الأمراض التي أصبنا بها كما قال هذا العالم الزاهد، ودفنتم موتاكم ولم تعتبرون بهم. قال لهم دفنتوا الموتى تاعكم وما تعتبروش. سبحان الله، في كل يوم يا إخواني لنا أموات، في كل يوم لنا أموات نودعهم، في كل يوم لنا أموات ندفنهم. سبحان الله. إذن ولكن للأسف الشديد، سبحان الله، يعني للأسف الشديد من تعذر. سبحان الله، vous enterrez vos morts sans que cela ne suscite chez vous يعني la moindre réflexion. فالمفروض الإنسان، هذا الإنسان كان يضحك معنا، كان يأكل معنا، كان يرقد معنا، كان يتحرك كيفنا، واليوم راهو في تعداد الأموات. إذا فنتعظ سبحان الله، ناخذ منه الدرس ونقولوا باللي غدوة أنا بلك الدور علي، أنا بلك مون تور سي دوما، كيما راح هو أنا غادي نلحقه. سبحان الله، الموت لا مفر منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان نهانا عن زيارة القبور ثم رجعوا قال لا، جي فوز افي انتردي دالي او سيميتير، مي نو نو يفو يالي، الا فزوروها فانها تذكر بالاخره. تعظ وكفى بالموت واعظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما وعظش الموت فهذا قلبه ميت. يا اخواني اللي ما اتعظش بالموت فهذا قلبه ميت. فاحنا في كل يوم لنا احباب نودعهم، في كل يوم اهل يفارقوننا، في كل يوم اصحاب يعني أصحاب يا إخواني يعني يفارقوننا، وكلهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فهل اتعظنا بهم؟ هل اتعظنا بالموت يا إخواني؟ ياك احنا في الموت نضحك، ياك هما في الموت يا إخواني، في الموت في الموت. تكلمني أخت البارح يا أخي وتسقسيني تقول شيخ راهم في الموت يظلوا يهضروا ويغتابوا ويضحكوا، في الموت يهضروا على المسلسلات تاع السلطان سليمان وتاع مش عارف انا، في الموت تبكي لك ذوك زوج دمعات تاع عند العتبه تاع الباب زعما، وتكون مجده روحها باش تطيحهم تاع السينما، هي تدخل تقعد بلاصتها الاولى اللي قاعده حداها تقول لها كي تشوفي هذاك المسلسل تاع سليمان انا يعجبني كاع ما تعرفيش، مي راكي في الموت، راكي في الموت. نورمالمون تدي درس، نورمالمون تعتبري بالدنيا هذه ثانيه. سبحان الله العظيم، في الموت ويهضروا ويهضروا. انا راني قريبا نكمل الدار، راني قريبا نكمل، تعرفين راه باقي لي غير البنتوره وباقي لها كذا، مي راكي في الموت. سبحان الله، هذه اللي ماتت ثاني كانت عندها دار وبنترتها وبالك ما سكنتهاش ولا سكنتها كل شيء، بصح هي مشات وخلات كل شيء وراها. سبحان الله، ها هو مشى وخلى كل شيء وراها. التعظ التعظ في الموت، نسمعوا الضحك ونسمعوا لي بلاك في الموت. لا رانا نفاجئ على قلوبنا مسكينه، نفاجئ عليها، تفاجئ على قلبك في الموت بلي بلاك. هذه هي العبره وهذه هي العظه من الموت. هذا هو قولنا.